يا هلا وسهلا فيكم، واكيد يا هلا وسهلا فيكم بنات. اكيد كلكم شفتم او مر عليكم ترند الكافي اللي مسوي فعاليه ارقص وخذ قهوتك ببلاش، وش رايكم فيها؟ والله انا شخصيا عجبني، وكنت اشوف الفيديوهات واضحك ومستغربه يعني ليش الناس شويه شخصنت الموضوع ودخلت فيه كرامه. واشتري قهوه ب شو يقولوا خشم الريال، ايوه مصطلحات زي كذا، يعني ما ادري، يعني عادي انا اشوف انه عادي. اوكي اني انا ما اسويه هذا شيء راجع لي، بس القصد انه الترند ما كان مزعج بالنسبه لي. انا يمكن ردة فعل الناس هي اللي ازعجتني اكثر. أول شيء مساء عليكم كلكم، مساء الخير ومساء الخير مشاهدينا ومتابعينا. وبرجع لموضوعك أودي، يعني أنا أتفق معك رأى كثير، ما أزعجني بالعكس ضحكني، أحس إنه فن وأحس إنه ذكاء. يعني صاحب الكوفي شوب هذا ذكي، إنه يعني الناس اللي ما يعرفوا الكوفي شوب عرفوه، واللي ما راحوا له يبغون يروحون، يعني كان فني ومضحك وسمارت في نفس الوقت، لأن الماركتينج في النهاية أو التسويق في النهاية هي لعبة، وفي النهاية هي ذكاء ودهاء، فالواحد من له حيلة فليحتال. يعني إذا أنت هذا الشيء راح يجيب لي الكاستمر أو راح يبيع لي، بالعكس ليش لا؟ فأنا بالنسبة لي بالعكس عجبني. أنا اللي ضحكني أكثر اللي صار يوقف قدام الـ ATM على أساس طلع له 500 ريال فيه. يعني الناس سايرين يضحكينه دمه خفيف، ترى على فكرة ترى إحنا يعني الفكاهة في دمنا، يعني نعرف كيف إنه ناخذ الأمور أحيانا ببساطة بسجية بعفوية أكثر، نضحك يعني واي إيش المشكلة؟ يعني أنا مستغربة إنه لهالدرجة الناس زعلانة إنه فيها إهانة إذا رقصت أخذ كوب قهوة فري، طب إيش المشكلة؟ بقول لكم شيء، اللي زعلوا الفئة اللي زعلت فئة الكبار. طب انتم هذا الكافي اصلا مو مستهدفكم انتم، لا تروحوا ترقصوا، مستهدف فئه الشباب اللي يدرس، اللي توه موظف، اللي عرفتي الشباب الصغار اللي مستهدفهم. فانا اشوف انه مره شيء بالعكس يونس، يوسع الصدر، واحلى مقطع يعني مو للفئه الشماغ والثقل والكبار اللي فوق ال 30، حتى لو انه شماغ وكبر وثقل، يعني ما احس انه بيج ديل. يعني لا بس هي زعلة والكبار انا عارفه، بس هي شخصيات اودي، عرفتي؟ يعني زي مثلا انت الحين لو اسالك اقول لك وش الافلام اللي تحبينها، تقولين والله انا احب الافلام الكوميديه، انا احب المسرحيات اللي تضحكني. في ناس تقول لك لا انا احب مثلا الدوكيومنتري، ولا انا احب الكتب، ولا انا احب، يعني شخصيات. فالشيء اللي يناسبني مو شرط يناسبك، والعكس صحيح. فعلى قولتهم يعني عادي، خل الناس تنبسط. خلوني اوريكم هذا الفيديو، وكمان كان في الفيديو ترند على طريقه على حساب الفيزا او على حساب كرامتك، خلونا نشوفه. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، على حياك الله. الله يحييك. لو سمحت قهوه اليوم موجوده؟ موجوده. كاسه بس. ابشر. شبكه والله على حساب كرامتك؟ لا والله على حساب كرامتي. طيب يلا خلينا نشوف. ايوه هلا. والله مضحك. أنا ما أحس إنه فيها كرامة، أحس إنه فيها نوع من أنواع المزح، أحس إنه فيها أنواع تغيير، خاصة قاعدين نشوف الشباب ذي الفترة ما شاء الله كل شوي طالعين بترند جديد وترند أحلى من الثاني، يعني فما أشوف إنه فيها كرامة نهائي. يختي ولا مست الكرامة، ما مستها نهائي. بنات إحنا في العروس نرقص، في زواجات نرقص، في حفلاتنا نرقص، في الايام الوطنيه نرقص، في اي فرحه، اي مناسبه، احنا شعب نحب يعني بشكل عام، يعني نحب الوناسه، نحب الطقطقه، نحب يعني الحين خليته كل، طب ليه ما قلت يعني الحين اذا انا قمت رقصت في عرس صار ما عندي كرامه، ولا اذا قمت رقصت في حفله اختي، ولا تخرج، ولا في عيد وطني، ولا في يوم تاسيس، ولا بعبر عن فرحتي باي طريقه كانت صار ما عندي كرامه؟ لا هذا مش شخصنها، يعني هذا مره شخصنها. أنا ما ادري بصراحه من اللي طلع وقال انه كيف على حساب كرامتك واخذ تو هذا الكف اللي قبل شوي شفناه بالفيديو. القصد انه من بعدها الناس انتبهت اكثر، عرفتي اودي؟ انا اشوف الموضوع مره عادي بالعكس يا عمي. تعرفوا لما صارت هذه الرقصه وكنا ترى باقي يومه بالكامل وهو يشعر بسعاده وبانبساط، وانه هو يعني خرج من انه اخذ كوب قهوه من الكافيه، حق الوناسه، حق الضحك، يعني ايش الموضوع؟ يعني عادي. وهذا الكافي بعد سوى له تسويق عن طريق على ظهر غيره، يعني كل كافي قاعد الان يبدؤون يسوقون على ظهور غيرهم. بس